شيخ هو في نفس السياق، هل الخلاف بين رأي السلف ورأي الخلف هو من قبيل الخلاف في العقائد؟ وكيف التوفيق بين هذا وبين أنه لا يجوز الخلاف في العقائد؟ وإلى أي حد يسوغ الخلاف في مثل هذه المسائل؟ هو كلمة العقائد هذا ممكن أن كلمة في المرة الماضية على مسائل عقدية وفيها خلاف، وهي مسائل قطعية ولا ظنية. هي الموضوع ينبغي أن يفصل بوضوح، يعني محل النزاع ما المراد بالعقائد؟ هل المراد بالعقائد هي الأمور العلمية بناء مقابل الأمور العملية؟ في أمور وراها عمل مطلوب منها عمل، في أمور هي مجرد علم. فإذا كنت تقصد بمسألة العقائد الأمور العلمية فهذه يجوز فيها الخلاف، لا شك في ذلك. كل الأمور العلمية ليس هناك، لا يمكن أن يقال كل الأمور العلمية، لأن يعني الأمور العقدية بمعنى العلمية هي خلاف العملية. ما في أحد يدعي أنه ليس فيها خلاف، بل خلاف فيها واسع الأمور العلمية. لكن هل الخلاف فيها مما يسع الخلاف، وإلا مما الخلاف فيها يعني يناقض الإيمان؟ دي كمسألة أخرى. لأن كلمة أمور عقدية وأمور علمية هذه أوسع من الأمور التي يجب الاتفاق عليها بأن مخالفتها تخرج من الإيمان. منها ما الخلاف فيه يخرج عن الإيمان، ومنها ما لا يخرج. إذا كان واحد مثلا يقول وجوب الصلاة ليس مسألة خلافية، ليس الصلاة واجبة، هذا يعني من الأمور العلمية العقدية الخلاف فيها يخرج من الملة. لكن مثل الأمور اللي مرت بنا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وإلا هل الميت يعذب في قبره، وإلا مسائل اللي صار فيها خلاف، وهي أمور علمية وأمور عقدية، هذه لا خلاف فيها لا يضر، لأن ليس من الأشياء التي الله عز وجل أمر الناس أن يعتقدوها، بمعنى من المعلومة بالدين بالضرورة التي لا يجوز فيها الاجتهاد. هناك أمور معلومة بالدين بالضرورة لا يسوغ فيها الاجتهاد ولا يسوغ فيها الخلاف. فهذه كانت من أمور، سواء كانت من أمور العلمية أو أمور العملية، فهذه خلاف فيها لا يجوز، ومن يخالفها يكون كافرا. لكن إذا كان مسألة هي من الأمور العقدية وأمور العلمية، ولكن هي مسائل اجتهادية، هذه يسوغ فيها الخلاف. هذا هو الفرق بين الناس، من يقول أمور الاعتقاد لا يجوز فيها الخلاف. يعني كل واحد له محمل، لابد من تحرير النزاع في كل قضية عشان يبقى الأقوال تتضارب. من يقول أمور العقلية لا يجوز فيها الخلاف لا يقصد كل أمور علمية، وإنما يقصد أشياء هي متفق عليها معلومة الدين بالضرورة، هذا المقصود منه.